السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل وهام، مفاوضات شاملة في مسقط، والرزامي يغادر صنعاء. وإلى التفاصيل. غادر رئيس اللجنة العسكرية في سلطة صنعاء اللواء عبد الله الرزامي العاصمة صنعاء متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في مفاوضات شاملة برعاية الأمم المتحدة. وقالت وكالة سبأ في صنعاء إن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط التقى الرزامي قبيل سفر الأخير إلى مسقط لحضور المفاوضات، وطالب المشاط الرزامي بمتابعة عودة الحجاج اليمنيين. وجاءت مغادرة الرزامي إلى مسقط بعد عودته من السعودية، أدى خلالها شعيرة الحج. ويشير توجه الرزامي إلى سلطنة عمان أن المفاوضات في مسقط ستكون واسعة لتشمل فتح طرقات جديدة إلى جانب تبادل الأسرى والملفات الاقتصادية. نأمل من هذه المفاوضات أن تخرج باتفاق شامل وحل كامل شامل للأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن. اشتين خلاص، والجميع كلهم ما عاد يستشحت يعني بصراحة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.